كلنا شفنا سيادة الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف، وشفنا ازاي سيادة الرئيس كان متفاعل مع كل القادرين باختلاف. كان نفسي حقيقة يعني أزعلكم الاحتفالية الجميلة كلها من تاني من كتر اللقطات الإنسانية الجميلة اللي فيها، لكن أنا حابة أقف قدام يعني كام لقطة كده. يعني أنا عايزة أوريكم دلوقتي أول لقطة، الرئيس السيسي لما طلب منه واحد من الشباب أنه يوجه رسالة للقادرين باختلاف ورسالة للشعب المصري. نشوف مع بعض. نروح للأستاذ عبد الله. عبد الله ازيك؟ الحمد لله تمام. ايه الأخبار؟ الحمد لله. ممكن تعرفنا على نفسك أكتر؟ طبعا. اتفضل. أنا عبد الله محمود، عندي 15 سنة في أولى ثانوي، بعزف بيانو وبدرس موسيقى في معهد الكونسرفاتوار. ما شاء الله. ايه أكتر حاجة بتحب تعزفها بقى؟ أكتر حاجة بحب أعزفها أغاني أم كلثوم وعبد الحليم والحاجات القديمة عموما يعني. صاحب مزاج قوي. طيب ايه السؤال اللي انت حابب تساله النهارده لفخامه الرئيس؟ ازي حضرتك يا فخامه الرئيس؟ انا بخير يا عبد الله والله الحمد لله. الحمد لله. هو الحقيقه طلب لو تسمح لي سيادتك. اتفضل. احنا القادرون باختلاف فخورين ان حضرتك رئيسنا وحياتنا اتغيرت بوجود حضرتك. وعشان انا عارف ان احنا لينا وضع خاص عند حضرتك، عايز اطلب من سيادتك توجه رساله للقادرون باختلاف وكمان رسالة تانية للشعب المصري كله، ممكن يا فندم؟ حاضر. شكرا جدا. شوف بص يا عبد الله. للقادرون هود يعني أدي أوجه الأول تحية وتقدير واحترام للأسر، للأب والأم. ليه؟ لأن أنا يعني أب وعارف كويس قوي وعارف اللي عنده أسرة بيبقى مهتم إزاي بأبنائه وبناته يعني، وبيشيل همهم جدا في كل شيء، سواء هو كان حتى في ناس كتير جدا مش مكانش كلهم يعني بيفكروا حتى يقولك لما احنا مش هنبقى موجودين في الدنيا هم هيعملوا ايه. ده أنا بتكلم على كل الناس، فالأمر ده بيمتد أكتر للقادرون. فأنا مش هنسى في اليوم ده أن أنا أوجه للي موجودين معنا هنا واللي حتى اللي موجودين في بيتهم وإحنا مش شايفينهم لكن ربنا شايفهم، بقول لهم متشكرين وكتر خيركم وربنا يعينكم ويكافئكم جدا جدا على اللي انتوا بتعملوه وعملتوه وهتعملوه لأبنائكم. ده للأسر يا عبد الله. طب للشعب المصري أقول إيه؟ أقول مش للشعب المصري، لكل إنسان يعني بيسمعنا دلوقتي، يعني عايزين نخلي بالنا من بعضنا، وعايزين نبقى دايما إن قدرنا نعمل حاجة حلوة نعملها، وما تستقلش العمل ده. يعني أقول النهاردة حد بيعدي وأنا موجود في الشارع، لو اللي بيعدي ده محتاج إن حد يساعده ولقى كل الولاد والبنات والشباب والكبار جريوا عليه عشان يعملوا كده، تفتكر رد فعله إيه؟ حجم الفرحة اللي هتخش على قلبه قد إيه؟ فاللي أنا بقول للمصريين مش عشان يقدم احترام وتقدير وقبول يمكن، لا أنا بقول له الموضوع أكبر من كده بكتير. خليك أكثر إيجابية، وخلي عندك سعة، وخلي عندك رحمة، وخلي عندك عطاء كبير قوي قوي. وأنا بقول الكلام ده والله أنا بحلف، السعيد اللي هيقدر يقف جنب القادرون مين؟ السعيد. انتوا يعني هقول مش عارف الحكايه دي مناسبه ان انا اقولها، بس اسمح لي عبد الله اقولها. اتفضل يا فندم. كان في ايام النبي عليه الصلاه والسلام صحابي اسمه جليبيب. اسمه ايه؟ جليبيب، اسم غريب شويه، بس هو ما كانش، كان فقير جدا وكان ضعيف جدا،
وكان شكله يعني ملوش حظ يعني. فكان ده مقدر جدا عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مقدر جدا. هو كان ما عندوش حاجة يعني يلبسها ولا ده ولا، لكن كان مقدر جدا جدا جدا. فكان يقول له يا جليبيب مش هتتزوج؟ يقول له لا مال ولا جاه ولا جمال، من يقبل جليبيب؟ يعني مش عايز أكمل القصة، لكن عايز أقول لك إن الدرس اللي أنا تعلمته فيها منها يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قربه كان بيعلمنا إن إحنا نخلي بالنا، وإن يبقى اهتمامنا وحبنا وتقديرنا والتعبير عن ده للضعاف وللي ظروفهم يعني ليهم حظ عند ربنا. الحظ ده امتى؟ مش هنا. الحظ ده يوم القيامة يا عبد الله. ما فيش حاجة مخلوقة في الوجود اللي احنا فيه ده كده، كل حاجة بحساب وبقدر. والملك ليه صاحب، والملك ليه ايه؟ صاحب. صاحبه مين؟ رب العباد، شايف كل حاجة ومطلع عليها. اللي عايز يعمل حلو الدنيا مليانة خير، واللي مش عايز محروم يعني. فبقول للمصريين اجروا وانتبهوا، مش بس على قد قادرون على أي أمر ممكن تقدم فيه حاجة طيبة للناس، كل الناس. ست كبيرة في السن شفتها عايزة حاجة، قول لها كلمتين طيبين. راجل كبير ماشي عايز تسنده، اسنده يعني. وفي كلام كتير قوي 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 يعني. أنا لما بلاقي مواقع التواصل بتتكلم في حاجات كنت نفسي أول أن أشوف فيها حاجات من دي، حاجات من دي كتير. مساعدة الآخر، كل الآخر، كل الناس. لما قال يعني ما تكلمش على أن تبسمك في وجه، قالك في وجه أخيك، ما قالش في وجه حد معين، وجه أخيك. صدق العطاء للناس، ما قالش أي ناس، صدق. فبقول للمصريين اللي انتوا بتتكلموا على ان احنا قادرون عملنا فيها خطوة، لا دي خطوة قليلة قوي ولسه بدري قوي قوي قوي. ولو كلنا حطينا في ايدينا في ايدين بعض وعملنا هنعمل حاجة جميلة، وهندخل السرور مش بس على القادرون، على أسرهم. لأن الأسر لما بتلاقي ان المجتمع مقدر ومحب وبيمارس التقدير وبيمارس الحب ده في الحالة القادرون، هو بيبقى سعيد كمان. فدي رسالتي للناس يعني.